بسم الآب ابي الروح القدس إله واحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة الآية اليوم هي من مزمور 37 عدد 16-17. الكتاب المقدس هنا يعلمنا، يقول: قليل الذي للصديق خير من ثروة الأشرار كثيرين، لأن سواعد الأشرار تنكسر وعار الصديقين الرب. من يساعد الصديقين هو الرب، من يقويهم هو الرب. آمين. مبارك اسمك يا رب. التأمل يجي مع آية اليوم: ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لي؟ مال وشخصيتي. أستطيع أن أؤكد لك هذا السؤال سوف يوجه لك بآلاف الطرق، وغالبا في أسوأ وقت عندما تكون ضعيف. مارتن لوثر كينج يقول أن آخر شيء يتحول في الإنسان هو محفظته، فهل تختار القليل من البر على ثراء الكثير من الشرير؟ سؤال صعب، لذا فلنقم بهذا القرار، لأن قبل أن تتغير الظروف، الله ملكوته ومشيئته وبره يأتي أولا. الكتاب المقدس يعلمنا، كتاب يسوع المسيح قال: اطلبوا البر، اطلبوا الملكوت، الباقي كله ينطاكم منه. الآب يعرف ايش نحتاج، يعرف ما في قلوبنا. الله روح، الله موجود في كل مكان، يعرف ايش نحتاج من اكل من شرب. دائما الله موجود، بس هو دائما ينتظر من عندك ومن عندي هو أن ننتكل عليه ونتكلم معه ونسأله في حالة احتياج. صدقني هو ما يرجعك خالد أبدا، لأنه إحنا كبشر، إحنا الخاطئين، هو مات من أجلنا، إحنا كنا عصيانين، صلب المسيح من أجلنا، إحنا اللي غلطنا بحقه وكل شيء هاي، وهو مات من أجلنا على الصليب، ثالث يوم قام على موتنا خلاص. حتى ابنه ما بخلها علينا. تعتقد هو راح يبقى هاي الأمور البسيطة علينا؟ طبعا لا. القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. لو احنا لو نرجع الكتاب المقدس فتشاهد بسيط على هاي القليل، كان الأرملة اللي كان عندها في السن، من كان يسوع المسيح كان يتفرجوا الجماعة بالهيكل، كان يتون التبرعات مالهم من الخزنة. مرقس 12 هنا يقول: وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، كان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت أرملة فقيرة وألقت في السين قيمتهم وعرب، وسأل الله هاي أنطاه رحمة وأنطت وما عفى طبعا. العلم كان عنده فلسين، انطت الفلسين، لقيت كان عنده امكانيه. انطت معقول، ما لقيت كان تمتلي. بس الله يساعدها ويساعدها معقول. وبلوقا 21 يقول: وراى ايضا ارمله مسكينه القت هناك فلسين، فقال: بالحق اقول لكم ان هذه الارمله الفقيره القت اكثر من الجميع، لان هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل معيشة التي لها. آمين. مبارك اسمك يا رب. طبعا توصل وشفت هاي الإيمج ماكو مال هاي الأرملة، كل واحد حسب قلبه الرب يعطيه، وصن إيمان يكون بالمسيح هو يساعدك. هو قال إيش ما تطلبون من الأب باسمي يعطى لكم. في الإيمان، في الإيمان، يكون لك إيمان بأنه هو يعطي. نتمم هذا الشيء، هاي الفيديو أخوتي بالصلاة. إلهي القدير، خالق ومالك كل شيء، من فضلك أعطني محبة للبر وترفع عن الطمع. أريد أن أخدمك بقلب غير منقسم، لا يمكن أن يتمايل بالقيمة المادية للقرار. من فضلك ساعدني أن أتخذ قراراتي بناء على ما يرضي، باسم يسوع ربي المخلص. صلي آمين. يا رب نشكرك.
على هذا اليوم المبارك. يا رب يا رب تبارك هاي الخدمة من أجل ثمر لتمجيد اسمك القدوس. مبارك اسمك يا رب. أخوتي الأحبة، ربي يبارككم وربي يقويكم. نشوفكم فيديو ثاني. صباح على خير. Good night.